علمت شيء مبدئي، أنا لا أعلق على الخبر الإعلامي. لم أطلع في صفتي كوزير ولا صفتي كإطار ولا كمثقف على قرار رسمي من طرف وزيرة أو وزارة التربية الوطنية سوى ما تداولته وسائل الإعلام، وأنا لا أعلق على وسائل الإعلام احتراما لوسائل الإعلام وحفاظا على الموضوعية التي تقتضيها مثل هذه المشاكل المثيرة للجدل. الذي أعرفه أن برنامج وزارة التربية الوطنية في مجال التربية الإسلامية والعلوم الإسلامية عملت وزارتي مع السيدة الوزيرة في عمل جواري وعميق لمراجعة المناهج وتقوية قيم الإسلام والوسطية والاعتدال والانتماء الحضاري الجزائري. لا أعرف هناك موقفا ضد هذه المبادئ ولا ضد الصلاة ولا ضد الآية الكريمة، وعندما يحصل ذلك فإن أول من يعرف هو مجلس الحكومة الذي تنتمي إليه الوزارة والتي تنتمي إليه والذي ينتمي في مجموعه إلى سيد رئيس الجمهورية، حكومة رئيس الجمهورية الذي نعرف مبادئه ونعرف دفاعه على الإسلام والتزامه بترقية مبادئه وقيمه. فيديو كما بلال بن رباح، كما الرسالة، سي دو بارايومام. جو نو كومونت جا أبدا، لن أعلق على ما يحصل في وسائل التواصل الاجتماعي ولا في الإعلام. جواب سي كلار، أنا ضحية هذا الشيء، وعلاش حتى ندير واحد آخر ضحية معايا؟ ولا كي نشوف الرسالة لعله موجود.